شانتيل معك نهلة، كيف فيني ساعدك؟ مرحبا يا أنسي. أهلا وسهلا أستاذ. حوليني إذا بتريدي عند رئيس المركز. عفوا بس مين معي؟ ولا شو بدك بكثر الحكي؟ حوليني لعند رئيس المركز والمكالمة مسجلة، ما فيني أخذ وقت زيادة. فهمتي قصدي؟ أوكي، ممكن لحظة شوي؟ أستاذ بعتذر من حضرتك عن التأخير، بس عندي بالمعلومات ما في شيء بيقول مين معي. عم بحكي من تليفون واحد من مرافقتي، وما بدنا نلت ونعجن زيادة. إذا بتريدي حوليني لعند رئيس المركز. أوكي لحظة شوي. بدي شوف الأستاذ معتز شوي. تفضل. استاذ معتز، في حدا طالبك على التليفون، ما في اي معلومات عنه، صدر بس هذا الرقم وعم بيقول انه مسؤول كبير. اوكي يعطيك العافيه. الو. مرحبا يا رفيق. اهلا وسهلا. جنابك مدير المركز؟ اي نعم، معتز. اهلين يا معتز، معك ابو اياد المنجم. اهلا وسهلا سيدنا، يسعد صباحك، نورت مولانا. الحقيقة أنا ضيعت موبايلي الصبح وبدي وقف الشريحة والخط، مثل ما بتعرف رقمي معروف وممكن يستخدم بطريقة مو كويسة. أكيد سيدنا، شو الرقم بعد إذنك؟ سجل عندك 0933 65. سيدنا في شوية إجراءات ما بنقدر نتخطاها، يعني بدك تعذرني. وشو هي الإجراءات؟ بدنا شوية معلومات شخصية من معروف. إيه مو مشكلة، تكرم عينك. بدنا الرقم الهوية الشخصية. سجل عندك 0435 55 57. طيب معلش إذا ما فيها سئلة، كمان بدي الرقم الوطني. مسجل عندك 34 22 0 7 7. أوكي، شو المطلوب سيدنا؟ مطلوب توقف لي الشريحة القديمة وتطلع لي واحدة جديدة. سيدنا بدنا صورة البطاقة الشخصية، وبتشرفنا بالزيارة وبنكبر بزيارتك. لا لا الله يرضى لي عليك، ما بدي اياك تكبر بزيارتي. أنا ببعث لك واحد من مرافقتي مع صورة الهوية، وإن شاء الله أنت بعدين بتشرفنا بزيارتك. هذا شرف كبير إلنا سيدنا. خلص تكرم عينك، هو بالعادة ما بيمشي الحال إلا ما يكون صاحب العلاقة موجود، بس مع حضرتك بتنحل لعيونك مولانا. أنتوا فرع المزة مو هيك؟ إيه تمام سيدنا. لكان ربع ساعة بيوصل لعندك الصبي وجايب بإيده صورة الهوية. ميت أهلا وسهلا، بيشرف، وفورا يسأل على مكتبي. الأستاذ ذكرني بالاسم؟ معتز، معتز سلوم. أهلين يا أخي معتز، ولكان كمان الصبي بيخبرك بموعد تجي تشرب فيه قهوة عندي بالمكتب. هذا شرف كتير كبير إلي مولانا. مع السلامة. الله معك سيدنا، تشرفنا بسمع صوتك. بس جبنا الشريحة، شو رح نعمل معلي؟ لك يخرب بيت قلبك شو جحش، فينا نلعن أبوه بالصرماية عتيقة، شلون شو فينا نعمل؟ بعدين نسيت اليوم شو؟ اليوم 20 الشهر يا بهيم. ما نسيت معلم، بس أنا ما بعرف شو في 20 الشهر. طبعا طنبر مثلك شلون بده يعرف شو فيه؟ مو من قبل على المزة، جيب الشريحة وأول ما تستلم الشريحة وتصير بإيدك بتعمل تليفون للشباب، بتخليهم يجهزوا حالهم وبتقولهم اليوم في عندنا دبكة مرتبة للصباح. احكي من شريحة ابو اياد معلم. ولك من شريحة صباطي رح اخليك تحكي، ومن امر ولا بلا لعي. هوب. حاضر معلم.
شو صار معك؟ القصة طلعت معقدة كتير. الشرطة حاطة إيدها على المعمل، بدها تسلمه لورثة عقيل. ورثة عقيل؟ وشو دخله بالموضوع؟ المعمل باسم عقيل، علام الزفت بايعه إياه قبل 3 شهور. يعني تعب واصل راح هيك على الفاضي؟ تعرف نحن لازم نعرف من ورثة عقيل بلكي برجع المعمل بيشتغل. تعال نسأل الشرطة. شر لا حول ولا قوة. يعطيك العافية. مين المسؤول هون؟ شباب. السلام عليكم. بدي اسالكم ايمتى بدكم تسلموا المعمل لاصحابه؟ بس يجي حدا من ورثه القتيل. ونحن شلون بدنا نعرفه؟ اهله، ابوه، امه، اخواته. طيب نحن ما بنعرفه. صعب يعني؟ روح على النفوس. يا اخي ما بنعرف النفوسه. لك يا عمي، ما دام مانك مستفيد شيء من كل هالقصه، ليش قارق حالك كل هالقد؟ يا اخي انا صار لي 10 سنين بشتغل بهذا المعمل، زارعه عرق وتعب، والعمال كلهم قاعدين ببيوتهم لانه المعمل مسكر. انا بدي ارجع المعمل يشتغل. روح على قسم شرطة العباسيين اللي قبضوا على القاتل، وهنيك بتلاقي كل شيء عن القتيل. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. لا مستحيل. قولي علي عليك يا علام، قولي علي عليك، قولي علي. متأكدة بس كنت متمنية إنه يكون واحد بيشبهه هو. معك حق. بس القصة ما انتهت هون، ولازم تروحي على المشرحة مشان نشوف الجسم. لا لا، مشان الله ما بحسن منه. ولي على قدي ولي علي. ما بصير يا مدام، لازم تروحي وبعينك الله على هالموقف. مشان الله عفيف، عن جد انا ما بقدر، والله ماني قدراني. رح انهار اكيد، رح انهار. طيب مين في شباب بالعيلة؟ ما في حدا. كيف ما في حدا؟ علام كان وحيد، وما ابوته وما كان له غير يعني، ما كان له غير. طيب أمامه وأخواله؟ أبوه كان وحيد، وأختي الله يرحمها ما كان إلا غيري. يعني أنت الوريث الوحيد؟ أنا. معناها لازم تروحي على المشرحة، بدنا نقفل الضبط ونوفي بالنفوس وبعدين بتعملي حصر إبر. بالميراث يا سيادة الملازم، نحن بالميراث. لك انا بابن اختي، انا بحبيب قلبي اللي ما كان لي بالدنيا غيره. يا ستي الله يرحمه، والتحقيقات رح تبلش من اليوم. تحقيقات؟ ما في داعي للتحقيقات سيادة الملازم. انا بعرف اللي قتل العلام، بعرفه.